لماذا نؤمن بالغيب؟ الأسس العلمية للإيمان بالغيب. ثالثا، الغيب حولنا. الرد على سؤال لماذا لا نرى الجن والملائكة. الضوء الذي نعرفه ونرى به الأشياء هو نوع من الموجات الكهرومغناطيسية، وهذه الموجات الكهرومغناطيسية تحكمها معادلة رياضية موحدة، وتختلف فيما بينها في طول موجاتها ابتداء من الموجات شديدة القصر كالأشعة السينية وأشعة جاما، مرورا بموجات الضوء المرئي إلى موجات الراديو والمايكروويف. ولكن حدود الإدراك بحواسنا البشرية محصورة في مجال الإبصار برؤية ما يصدر ضوءا يتراوح في طوله الموجي ما بين 4 إلى 7 في 10 أس ناقص 7 مترا، وهو ما يسمى بألوان الطيف. أما ما وراء ذلك من أشياء فلا نبصرها وإن كانت على مرأى البصر، بل ولو عاشت وتحركت بيننا أو خلالنا. أما أجهزة الكشف والقياس الإلكترونية فهي مصممة للتعامل مع هذا النوع من الموجات الكهرومغناطيسية، وهي التي تخضع لما يسمى بالمعادلات الجيبية Sine Wave Equations، وهي مجرد نوع واحد من الدوال الموجية الممكنة رياضيا. فلا ولن يملك عالم أن ينكر احتمال وجود كائنات قوامها منظومات موجية مغايرة أو موجات حرارية لا تدركها حواسنا ولا وسائلنا العلمية.